مساء الخير، صباح الخير، وظهر الخير، وعصر الخير، واللي بدكم اياه. بدي احكي عن النواب، طبعا بقصد النواب الاردنيين، ما لي دخل بالنواب غير الاردنيين. بدي احكي عن المجالس، المجلس ورا مجلس ورا مجلس، المجلس الاول ورا الثاني ورا الثالث، وخلي الرابع ينط وراهن مش مشكله. المهم عن النواب، عن طوشهم، عن مشاكلهم، عن ملاخماتهم. كل ما تصير أزمة جوا مجلس النواب، كل ما يقول نائب على نائب، كل ما يقول نائب على وزير، كل ما يقول نائب على مواطن، بيقولوا بتصير بأعرق البرلمانات. معقول بتصير هيك مشاكل بأعرق البرلمانات؟ يعني بدي عديها، بتصير، بس بتصير عشان إيش؟ اللي في أعرق البرلمانات بتصير عشان المواطن، عشان حقوق المواطن، عشان يجيبوا كل شيء للمواطن، عشان يقاتلوا يناضلوا، عشان يحسنوا وضع المواطن. بس كل المشاكل اللي بتصير في برلماناتنا المتوالية من الرابع للخامس للسادس لغاية الآن التاسع عشر، اللي ما يشبه كوفيد 19، مش مشكلة، فيش علاقة بينهم. المشاكل بتصير عشان إيش؟ شفتوا مشكلة عاملها نائب مع وزير ولا مع نائب ثاني ولا مع رئيس مجلس ولا عشان مواطن، عشان قانون، عشان كله مشاكل. ما بتحترمني، ما اعطيتني برستيجي، ما بسمح لك تحكي، لا مش هيك، لا، يعني كلها قصص شخصية. أنا بحترم مؤسسة البرلمان، لا خلاف على ذلك، وإذا صار خلاف نحله بعدين. بس ما أعتقد في أي من البرلمانات العريقة يصير مشكلة بالعقول. يصير مشاكل كمان بكاسات المي، يعطوني برلمان واحد عريق غرق في المية إلا البرلمان اللي عندنا. أعطيني برلمان واحد عريق، طلع برلماني أو نائب واحد قال أعرف مع مين بتحكي. أعطيني برلمان واحد عريق حكى فيه النائب أنا وراي ناس وراي ما نعرف إيش. دائماً المشاكل بتصير في العريق عشان ينقذوا الغريق. أما في البرلمان بديش أقول مش عريق، إحنا مش عريقين، والله تجربتنا البرلمانية كمان طويلة، صار عمر الدولة 100 سنة، يعني البرلمان أصلاً عمره 100 سنة، يعني ها ماشي نحو العراقة. بس ليش لحد الآن ولا طوشة محرزة؟ والله بدنا طوشة محرزة، والله أنا نفسي طوشة برلمانية محرزة. وكمان تجي من النواب قال صار يزعلوا، قال الصحفي صور الورقة اللي مكتوب فيها، المكتوب فيها شغل لي ابني وشغل لي عمي وشغل لي خالي. طيب ليش تزعل؟ مش انت كاتبها وبدك توديها؟ مش انت كاتبها تمارس حقك والصحفي والمصور بيمارس حقه؟ هذه مش خصوصية يا خالي، يا عمي، يا سيدي، يا ابو الاصوات، والله ما هي خصوصية هاي، هذه على العموم. اذا انت رايح جوا المجلس وتكتب أشياء خاصة فلا، انقل شغلك الخاص لبيتك الخاص. وأنا معك، خلينا نطالب أنه يتم فتح فرع أو فروع للبرلمان الأردني في كل بيت نائب أردني. إحنا 130 نائب، فليتم 130 فرع في 130 بيت في الأردن. وبعديها 130 فرع، الهم فرع رئيسي هو البرلمان الموجود في العبدلي. ليش كل مرة بنقول بدنا بس اللي هو نسكرها شوية ما بين المواطن وما بين النواب، يرجع بعض النواب ويقولوا لنا لا انتوا بتحلموا حلم كبير، الحلم انه يصير النائب يمثل الشعب عن جد. يا جماعة الخير والله بدنا نواب، والله بدنا نواب عن جد، والله نفسي بمجلس يكون لما يطلع النائب وعروق رقبته بتبين هو بيحكي وبيصرخ، ولا لما يصوت عروق رقبته تصوت معه، مش بس اصابعه. اذكرتوني بالاصابع، قلت ينجرح قلبي ولا تنجرح ايدي، قلت اللي جوا جرح القلب مش مبين للناس، بس جرح الايد بيبين. سلامتي انا، سلامتكم، يلا باي مع برلمان او طوشه جايه المرة الجاية، بالله عليكم لا عقل ولا مية ولا شلاليط ولا شيء، جيبوا معكم كل واحد عبي جيبه كوم حجار، وبلشوا ببعض حجار مراجدة، وخلي الثقة مراجدة بمراجدة، وأحلى مراجدة. الله يبارك.